السلام عليكم. اليوم حابب اشرح لكم طريقة تنزيل برنامج الشيرت المعدل الذي لا يحتوي على اعلانات. برنامج الشيرت الشهير الذي هو الارسال والاستلام من الملفات لجميع انواع الاجهزة. كل ما علينا هو اولا الذهاب الى الرابط الموجود اسفل الفيديو لتنزيل الفيديو، ثم نقوم بحذف البرنامج الموجود لدينا وتثبيت البرنامج الذي قمنا بتنزيله. نقوم بفتح البرنامج. ثم نعطيه الصلاحيات. للوصول الى التطبيقات والبرامج. ثم ندخل. هذا هو البرنامج كما تلاحظون من دون اعلانات. واذا اردنا ارسال الى جهاز ايفون من الجالكسي من الاندرويد، سوف نذهب الى الاعدادات، اعدادات البرنامج، ثم ننزل الى هنا ونعمل تفضيل نفس وضع واي فاي، ثم نعود الى البرنامج. سوف نقوم بارسال مقطع الى الايفون. نقوم بتثبيت البرنامج في الايفون. ثم نقوم بفتحه. اول شيء لازم يكون مرتبطين الايفون والجالكسي بشبكة واحدة لكي يقوم بالارسال بشبكة الواي فاي. نعمل استلام في جهاز الايفون، ثم نعمل ارسال من هنا، تعيين ارسال هذه البرامج وهذه الصور. سوف نختار هذه الصورة وسوف نعمل ارسال. هذا هو الايفون، جهاز الايفون المرتبط بنفس شبكة الواي فاي. سوف نختار ارتسل الى جهاز الايفون. الان سوف نقوم بالخروج. هذا هو جهاز الايفون. هذا هو جهاز الايفون وهذا قد استلم الصورة. هذه الصورة. قطع الاتصال. سوف نذهب إلى إعدادات البرنامج في الايفون، ثم ندخل إلى الإعدادات، ثم نعمل استيراد الفيديو اوتوماتيكيا لكي يذهب إلى ملفات الصور. من هنا نستطيع أن نرسل من الايفون أيضا ومن الجالكسي أيضا. هذا الاستلام من هنا.